تباعاً كانت سنترالات أوجيرو تتوقف عن العمل بعد فراغ خزانات مولداتها من المازوت في مؤشر أوحى أن أزمة الاتصالات إلى التفاقم ولبنان يقترب أكثر من لحظة عزله عن العالم. مناشدات واجتماعات أفضت في نهاية المطاف إلى إفراج وزارة المال عن المبالغ التي طلبتها وزارة الاتصالات لصالح هيئة أوجيرو. هو حل جزئي لأزمة قابلة للانفجار على ما يقول متابعون. وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم الذي كان كشف عن اجتماع مخصص لدراسة مضاعفة التعرفة على خدمة الإنترنت بين 6 و7 مرات لافتا إلى أن التعرفة اليوم متدنية جدا وهي تعادل سعر صرف 3700 ليرة أعلن عبر الأو تي في عن تحويل نصف المبلغ اللازم لإعادة تشغيل السنترالات من دون الوصول إلى حل لرواتب الموظفين. وزارة المالية دفعت نصف المبلغ بحسب العقد الممضي على اساس انه وقت منأمن الفواتير المدفوعه بيرجعوا بيدفعوا النص الثاني، يعني هلا عم نحكي عن مبلغ 13 مليون وربع. كون انه نحن ما قدرنا دفعنا شيء بهالفتره من 5/12 من وقت القرار لهلا، ما عندنا فواتير، بدنا ناخذ نص المبلغ ونأمن الفواتير لنرجع ناخذ النص الثاني. هيدا الموضوع هيدا بيأمن بس موضوع الصيانه والمازوت وما بيأمن إذا بدك موضوع الموظفين. موضوع الموظفين ما له علاقة بعقد الصيانة، هذاك بيتأمن من خلال إذا بدك اعتمادات للموظفين. أنا بعتبر نهار التنين الله راد بيكون في الجزء الكبير من سنترالات اللي كان توقف أو رح يتوقف بعبو مزود نهار التنين الله راد. طيب وهل هالشيء لانه هلا المعامله موجوده بمصرف لبنان ومصرف لبنان مبدئيا نهار الاثنين بيكون بحول المصاري لحساب أوجيرو. بالنسبه للصيانه، الصيانه نحن هلا 26 مليون اذا قبضناهم كاملا بكفونا تقريبا 6 شهور. نعم. على اساس انه من هلا لوقتها بيكون شفنا اذا رح يطلع موازنه ولا شو رح يصير بالبلد. وبالتزامن أعلن مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدي أن بعد الانفراج النسبي في موضوع اعتمادات الهيئة بدأ تزويد السنترالات بمادة الفيول، مشيرا إلى أن الفرق الفنية ستقوم بإعادة تشغيل المراكز المتوقفة عن العمل تباعا.